نحن في الجامعة العربية نوافق جدا ونتمنى جدا عودة العلاقات. عودة علاقة طبيعية بين الجميع، لأنه صالح العرب هو التنمية والاقتصاد ونمو المجتمعات العربية. عرب ده في دول عربية يعني أوشكت على الاختفاء، هو السودان اللي أخذ مننا النهاردة 2/3 ساعة نتكلم فيه، ما هو مهدد. ليبيا ما هو مهددة، هو في أكتر من أنه يعود مرض الكوليرا وشلل الأطفال إلى الأرض العربية، في سواء في اليمن أو حتى في يعني اليمن وسوريا تقصد حضرتك؟ نعم. يعني أنا هنا من عدة شهور في أحاديث مع منظمة الصحة العالمية ناشدتهم وأرسلت مناشدة مكتوبة إنهم سوريا يرسلوا إلى سوريا سوريا الأمصال بتاعة الكوليرا. وبالتالي الدول العربية عانت الكثير في الأعوام 10 أو أكثر الأخيرة، عانينا الكثير. المشرق تم تدميره يا أحمد، نعم، اللي هو المشرق اللي كان بوابة. اللي بيفرخ الثقافة والكتب والإعلام والصحافة والغناء والتمثيل.